مطبخ ست الكل. النهاردة هقدم لك نوع من المقبلات. المقبلات اللي هي بنقدمها جنب الأكل زي الكوبيبة زي السمبوسة. هنقدم نوع من أنواع الجلاش بالجبنة أو بصوابع الجبنة. حاجة جديدة وبسيطة وسهلة جدا، ممكن تعمليها في العزايم. طبعا بما ان رمضان قرب فاحنا هنبدأ نعمل حاجات تنفعنا في العزايم في رمضان، او تنفعنا ان احنا نقدمها على السفرة بتاعتنا في رمضان. تعالي بينا نشوف المقادير بتاعتنا. المقادير هنجيب كيلو جلاش، وهنجيب جبنة صوابع اهي زي ما احنا شايفين اهي، دي بتتباع في السوبر ماركت، وعندنا دقيق وبيض وبقسماط وزعتر، وعندنا كاتشب للتزيين ومسترد، والملح والزيت بتوعنا دول ملح، الملح عشان البيض نملح بيه البيض والبقسماط، وعندنا الزيت للقلي. هنشوف الطريقة بتاعتنا بتاعت اللي هو جلاش الصوابع دوت. طريقة سهلة جدا وبسيطة وطعمها جميل جدا وهتعجبك بإذن الله. تعالي نشوف مع بعض ازاي هنبدأ نعمل. اول حاجه طبعا الجلاش بتاعنا اهو بنجيبه، طبعا بيتباع في السوبر ماركت اهو. ده الجلاش بتاعنا اهو بيتباع في السوبر ماركت، طبعا كلنا عارفينه، او في محلات اللي هي بتاعه الفطاطري اللي هو بيعمل اللي هم بيعملوا الجلاش والحاجات دي. طبعا احنا هنفرده الاول وهنبتدي نشتغل بيه. هناخد جزء بس صغير منه كده عشان نشوف ازاي هنعمل. اهو بنفرده الاول كده زي ما انت شايفه اهو، سهل جدا. هو بيبقى طري طبعا، ولازم بقى يعني اخلص الجزء اللي انا عايزاه وابتدي ايه اعمل الفه في الورقه عشان او في الفوطه علشان ايه ما ينشفش مني، لان الجلاش من الحاجات اللي بتنشف بسرعه. هي سهله جدا، بصوا هنعمل حاجه بسيطه جدا اهو. بنجيب صباع الجبنه دوت زي ما انت شايفه كده اهو، وببتدي احط عليه زعتر كده من جوه، وابتدي الفه اهو زي ما احنا شايفين اهو، زي المحشي، زي ما تكوني بتلفي ايه محشي. ببتدي الفه كده اهي، وابتدي ايه اتني كده واهي والف اهو، وابتدي الفه كده اهو اهو. ممكن ان احنا ايه تعمليه اهو حاجة بسيطة كده اهي اهو، وطبعا هنقفله بالبيض اهو كده عشان ايه ما يفكش مني. ممكن نجيب ايه فرشة نقفله بيها اهو، نحطه كده في الطبق لحد ما نخلص الكمية اللي احنا عايزاها. طب نفرض ان احنا ما عندناش ملقناش صوابع الجبنه ديت، ممكن نستخدم ايه؟ ممكن نجيب جبنه عاديه ونعملها بفلفل احمر وفلفل اخضر ونقطعه عليها كده، ونحط عليهم زعتر ونفرد الجبنه كده ونعملها، برده بتبقى طعمها لذيذ جدا. بس دي علشان اهو اهو زي ما انت شايفه الجبنه، هنحط الزعتر بتاعنا اهي. الزعتر طبعا بيديها طعم جميل جدا اهو، بلفها زي ايه المحشي، زي ما اكون بلف المحشي كده بتاعي اهو، وابتدي الفها عشان ما ايه ما تطلعش مني اهو. واجي قبل ما اقفلها اقوم جايه ايه قفلها بالبيض كده اللي هو بياض البيض، حاجه بسيطه كده عشان تمسك معايا اهو زي ما انت شايفه ايه كده. بعد ما خلصنا الجلاش كده وشفناه ازاي عملناه صوابع اهو زي ما انت شايفه اهو بيبقى كده، في بقى مرحله تانية هنعمل ايه. هنجيب دقيق وبيض وبقسماط، هنحط شويه ملح كده على البيض، ونحط شويه ملح بفلفل برضو اهو بسيط بس كده، وبعدين ايه نقلبهم كده مع بعض. بس بعد كده هنعمل ايه، ممكن بقى نحط شويه ملح هنا على الدقيق برضو، شويه بسيطه، شويه ملح على
البقسماط عشان برضو يبقى طعمه ايه مملح شويه، ما يبقاش طعمه عادل. ونقلب برضو كده، نقلب البقسماط اهو كده. هنعمل ايه بقى؟ هنحطه في الدقيق الاول، وبعدين بعد كده البيض، وبعدين بعد كده البقسماط، ونوديه على الطاسه على طول وهي بتتقل. اول واحده اهي، اول حاجه بص بنحطها في الدقيق كده اهي، نحطها في الدقيق. الايد واحده بس بتشتغل في كله اهي، لفيناها كده في الدقيق. بعد كده بنطلعها نحطها في البيض اهي. طبعا كنت عايزه طبق اوسع شويه على فكره. طلعناها كده من البيض، بنحطها في البقسماط. بإيد واحدة بتشتغلي بكله اهو، بنغرقها كده في البقسماط. ونروح نحطها في النار. انا عايزة طبق اوسع شوية. اهي نعملها برضو اهي زي ما انت شايفة في البيض اهو كده. وبعدين من البيض من البقسماط اهو، ما ننساهاش طبعا نقلبها على طول لان الجلاش بيستوي بسرعة اهو. ريحتها جميلة جدا جدا، مش عايزة اقول حلوة اوي. بدأ الشكل النهائي بعد تحمير صوابع الجبنة اهي بالجلاش، ده الشكل النهائي بتاعها. انا رصيتها كده طبعا عشان ايه تشوفوا منظرها، ده الطبق النهائي بتاعها. احنا ممكن كمان ايه لو عندنا مستردة ممكن ان احنا نزوقها بالمستردة، نهزها مستردة كده اهي. ممكن ان احنا يعني ايه حاجة بسيطة كده اهي اهي، تدي برضو ايه شكل كده وتدي طعم للجلاش. اهو زي ما انت شايفة. ممكن بقى كمان كاتشب اهو، اهو كده. طبعا دي حاجات بتدي طعم. احنا قلنا ان دي مقبلات بتتحط جنب يعني جنب الاكل اللي احنا بنعمله، مثلا عملت صينية مكرونة، عمل في العزايم في الحاجات دي اهو بنعمل جنبها الحاجات دي. ممكن كمان نقدم معاها بطاطس اهي، بطاطس بومفريت اللي هي اهي، والبطاطس برضو نحط عليها شوية كاتشب كده. ممكن كمان نحط عليها مستردة زي ما احنا عملنا اهو كده. ده الطبق النهائي بتاعنا، ونقدم معاها كمان عصير تفاح. ده الطبق النهائي بتاعنا. يا رب يكون عجبك، وان شاء الله اقابلك في لقاءات جديده وافتكاسات جديده مع مطبخ ست الكل. هتبقي شاطره وزي الفل. الى اللقاء.